المنتخبات الكبيرة كالبرازيل مثلا. ضربة الانطلاقة يعطيها حكم المباراة المكسيكي روبرتو. من هناك على الجهة اليمنى كرة من كارلوس سانشيز، التسديد بعيد الكرة هذه، أول محاولة للتسديد من أبيل هرنانديز. حبيباغة الحارس كان متقدم شوية، تسديده مرت بعيدة تماما. لصالح لكاس، لصالح راول بومبارديا. هذه الركنية الأولى لمنتخب الباراغواي على الجهة اليسرى من مرمى الحارس. فيرنون مسليرة بالراس، أوللو، خلل في الإخراج في هذه الكرة، وهذه هي اللقطة نتبع مباشرة في اللاعب اللي ضرب الكرة بالراس وهو نيلسون فالديس. هاي الإعادة مرة ثانية، الكرة من فالديس بالراس، واو على مرتين لم نشاهدها في اللقطة العادية. رقابة على إيرلانديز، مرفوعة الركنية خطيرة بالرأس، وجول جول 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 جول. يا لو من هدف من خوسيه خيمينيز، ارتقى فوق الجميع يتفرجون عليه، وهو يأتي من بعيد ويرتقي ويضرب الكرة بالرأس على يمين جوستو فيار، مفتتحا مجال التسجيل من كرة ثابتة. مدافع أتلتيكو مدريد خوسيه خيمينيز يسجل ثالث أهدافه مع منتخب بلاده في 20 مباراة دولية مع منتخب الأوروغواي، يفتح مجال التسجيل هكذا أمام دفاع يتفرج. واو، ارتقاء رائع وضرب الرأس، ضربت في القائمة الأيمن ودخلت يا فيار، هدف مقابل صفر للأوروغواي. هل هذا هو الهدف الذي يشعل المباراة ويخليها أفضل وأجمل مما كانت عليه لحد الآن؟ لأن منتخب الباراغواي لا يرضى بالخسارة اليوم أمام الأوروغواي بعد أن خسر معه ب3-0 في نهائي الدوري. في جولة التسلل عن طريق المهاجم كارلوس سانشيز، عبر لصالح منتخب الأوروغواي الثاني، التوزيع في القائمة الثاني، جول. لم تمر هذه الكرة وإلا كاد كافاني وبيريرا. الحكم المساعد يقول ضربة مرمى وليس هناك ركنية. دخلنا ربع ساعة الأخير من الشوط الأول، هاوي الإعادة للهدف الرائع من خيمينيز، ارتقى فوق الجميع وسجل هدفه الثالث مع منتخب بلاده. خيمينيز مدافع فريق أتلتيكو مدريد من مواليد 1995، عمره فقط 20 سنة. موسيدا كرة الهدف الذي جاء من كرة ثابتة، كرة خطيرة للمنتخب الأوروغواي، وركنية أخرى. طبعا هذا عنده دلالة، يا إما المهاجمين لم يقدروا أو المدافعين قائمين بواجبهم. حتى نبقى عند هذا الحد ولا أتحدث عن أمور أخرى، المهاجمون لم يتمكنوا من التفوق على المدافعين، والمدافعين كانوا في المستوى في لحد الآن في هذه المباراة. ركنية أخرى، صعود كاسيريس، الكرة فرغت ونفذ الركنية بالراس والدفاع يتدخل. ما زالت الخطورة دائما راحت لديجو رولان، دائما يهرب من المراقبة ديجو رولان. رولان يرفعها في القائمة الثانية، اوب 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 اوب. لم تكن في وضع التسلل يا كواتيس. نعم خرج خلف المدافعين، طبعا هو كواتيس لم يكن متسلل، شوف معايا، لا 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 ابدا لم يكن متسللا كواتيس، كان وحده ولكن الكرة فاتت. 6 لاعبين من لاعبي منتخب الأوروغواي في منطقة 18 متر في القائمة الأول بالراس، كاد يكررها مرة ثانية منتخب الأوروغواي بالراس ويضيف الثاني في كرة، الدفاع يتفرج عليها مرة ثانية. رولان يراوغ، رولان يسدد الكرة في الدفاع، الكرة والهدف. لا، أيضا هنا إيديسون كافاني لم يكن في وضع التسلل، تسديدة من ديجو رولان استلمها إيديسون كافاني، سددها بيمناه على يسار الحارس جوستو فيار. هاي الإعادة بالرأس يا فيار، صدها المرة الأولى. أوي 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 أوي، الضربة الرأسية دائما من خوزي خيمينيز، ثم تسديدة أخرى من قبل اللاعب رولان وصلت إلى الركنية في تنفيذها إدغار بينيتيز، مرفوعة هايلة، بينيتيز جول 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 جول. لوكاس
باريوس يعدل النتيجة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول من كرة ثابتة يرد منتخب الباراغواي. مباريات الكرات الثابتة، هدف أول بالرأس وهدف التعديل بالرأس الأول من خوزي خمينيز والثاني من لوكاس باريوس يعدل النتيجة لمنتخب الباراغواي داخل منطقة العمليات، أيضا أمام دفاع يتفرج هكذا. سبق الجميع لوكاس باريوس وبغة مسريرة على الجهة اليسرى، هدف التعديل للباراغواي غير متوقع تماما وغير منتظر، هدف لهدف ويبعث اللقاء من جديد. الباراغواي